بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمود ورتي أو محمود يمين في الحلقة الثانية من سلسلة فلوت سان. كما شفتم يعني في الحلقة السابقة قمنا بعمل هذه الباخرة لكن لم نكملها، فهيا بنا لكي نقوم بتكملة ما بدأناه في الحلقة السابقة. أوكي، في هذه الحلقة سوف نقوم باستكشاف هذه الجزيرة وأيضا تكبيرة البيز عندنا وأيضا جمع الأسماك وإلى غير ذلك. إن شاء الله تعجبكم هذه الحلقة. أوكي، راح نروح نأخذ هذه لكي نروح لكي نستكشف هذه المنطقة. أيضا نحتاج إلى عمل لأنه ما يمدينا أن نسوي لحظة، يمدينا واحد، نشوف هل تأخذ واحدة فقط أم أكثر من واحدة. اوكي، اخذنا كل شيء. كما تشوفون يعني اخذ الشراء اللي كان موجود فوق هذه السفينه، اخذوا معاه وراح يجيبوا لنا لكي نقوم بصناعه اكبر سفينه في هذه اللعبه او راس السفينه، لانه هي اللي تخلينا نقوم بنقل البيز بتاعنا الى من مكان الى مكان. شفت الماء يعني بدأ ينقص، لذلك نحتاج إلى الماء. كما تشوفون يعني قمنا بالصناعة هذه، يا ريت خلينا نجمع الماء، لكن إذا تبون يعني الماء لازم تسوون يعني كما قلت لكم يعني خشب صالح لإشعال النار. لازم نسوي باركينج، مو باركينج عفوا، ميناء، فلكل ميناء يعني يأخذ سفينة واحدة. او بارك، مدام مكتوب في بي معناته بارك، بارك الفرنسية. انا احتاج خشب، لهيك راح اقول له جيب لي هذا الخشب. اصلا عندنا سفينة ما نحتاج نسبح، نقول له يجيب لنا هذه الامور بالسفينة لانها راح تكون سريعة جدا بالسفينة. لانه بالسفينة يجمع اكثر، بدل ما يجمع خمسة بيجمع عشرة مثلا. أنا أحتاج هذه السفينة صراحة. المفروض انه يكون اربعة هنا، تلقى اربعة مش مو مشكلة، راح نصنع الخيط هنا يعني يمديني، وبهذا الخيط اقدر اصنع رأس السفينة. بس رأس السفينة كيف اخليه؟ انا عندي فكرة، راح اخليه بهذا الاتجاه.
خليه في هذا الاتجاه. كان تسوي هيك وراح يشيلوا هذا هذا الشيء. لما اعتقد الصراحة ما عمري ما جربت. يشيل هذه الاشياء. خليه بس ابي اجرب. وهنا نخلي ايضا بعض الصناديق. صرنا نعمل لا اعرف. اوكي نحتاج ماء. نحتاج ماء. نحتاج الى خشب. البلاستيك خلص ولا هذا البلاستيك موجود. الحين يمدينا نسافر من مكان الى مكان على فكرة. يعني يمدينا نروح هنا فقط بضغطة زر. لكن انا ما ابي اروح لحد الان. نخليها للحلقة الثالثة. في هذه الحلقة فقط راح نجمع هذه الموارد ان شاء الله. ونكبر البيز بتاعنا نخليها كبيرة. أجمع. اوكي هذا السفينة الثانية راح نجمع بها اكل. الحين يعني مدينا نجمع هذه الاسماك نشوفها. نجمع اسماك من هنا واسماك من هنا ونخلي واحد عشان نجفف فيه الاسماك. الصراحه عمري ما جربت اكل الاسماك المجففه. اكلت اللحم المجفف لكن الاسماك المجففه عمري ما جربت الصراحه. يعني في اللحم المجفف كيف تسوي؟ يعني تحط اللحم وتخليه يعني في ال هذه في هذا البلاستيك هنا حلو. تخليه في الشمس وتحط توابل وتكتر ملح واللحم ما عمره ما راح يفسد ان شاء الله. ما راح يفسد. هذه الطريقة يعني معروفة في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا معروفة في ايام الصحابة وقديم الزمان. كانوا بيجففون اللحم ما عمره ما يفسد. يعني بتخليه مجفف وما يفسد. حتى اول يعني خليته في يعني اصلا اللحم كله يعني اللحم تخليه اصلا في العرق وما اصلا لما تبي تجففه اصلا تخليه في العرق. هذه الطريقة والله يا حلوة جدا. بدلوا الباركينج كان عادي هنا وهادي هنا بس مو مشكلة. احتاج
نحتاج ماء. ونحتاج أكل. لا خلي راح نسوي واحدة جديدة. لكن نحتاج بلاستيك يا أخي. كيف تزيد يعني كيف تزيد الشخصيات لما تروح لمكان آخر يعني تنتقل راح تلقى تلتقي مع شخصيات أخرى وتنقذها وتنضم إليك. الصراحة فكرة والله حلوة جدا جدا جدا. كل شيء راح اخذه ولا شيء يضيع. حتى انت خليك اللحم والسمك كمان. اوكي راح اجمع كل هذه الاشياء الموجوده هنا لكي ما نتم في الحلقه. ارجع لكم لما اخلص يعني الامور العاديه. راح ابني هذه الامور عشان ما اطول في الحلقه. اوكي رجعت لكم من جديد كما تشوفون يعني قربت اخلص كل المنطقه يعني من الاشياء الموجوده كما تشوفون يعني ما ضل اي شيء فقط شوية خشب هنا فقط وراح نخلص المنطقة وان شاء الله الحلقة القادمة راح ننتقل الى المنطقة الثانية يعني الخريطة الثانية. اذا عجبتكم السلسلة لا تبخلونا نبدأ بالدعم انا عن السلسلة باللايك ايضا تنزلون تحت تحطون يعني تعليقاتكم تقولون لي ارائكم في هذه السلسلة في هذه اللعبة اسماء الشخصيات كما قلت لكم يعني ان شاء الله راح احط الحلقة الاولى والحلقة الثانية مع بعض لهيك يعني ما راح تبدل اسماء الشخصيات لحين الحلقة الثالثة ان شاء الله. ان شاء الله في كل يوم راح يكون هناك حلقتين يعني الحلقة الاولى والثانية مع بعض في كل اسبوع من يوم الثلاثاء على ما اعتقد او اربعاء يعني لحد الان لم لا اعرف اليوم مو اليوم يعني مو اسم اليوم عارف انه اليوم هذا اسم الاربعاء لكن مش عارف احطها في الثلاثاء ام الاربعاء. المهم راح نشوف في الاسبوع القادم ان شاء الله. الاسبوع القادم راح يكون يعني ايام مضبوطة ان شاء الله لكل يوم لعبة وفي ثلاث ألعاب فقط اللي راح أختمها في هذا الشهر. ارك سرفايفل ايفولف يا اما راح العب اللعبة العادية يا اما الديل سي راح نشوف. ايضا راح تكون ماينكرافت وايضا هذه اللعبة ان شاء الله بحول الله. اوكي قربنا نخلص. اوكي اضفت هذه الصناديق كما تشوفون الصندوقين هنا وضفت هذه المشففات خليت فقط في الاكل وضفت هذه خلاص لقيتها وضفت هذه وزدت
سفينة لل شو اسمه سفينة لجلب الموارد كي نسرع العملية. هذه الموارد اللي ظلت فقط 1 2 3 4 5 موارد. راح نتأكد انه ما ظل اي شيء اكل، او كما تشوفون يعني عندي اكل 38، شيء جيد 38 كبداية في الماب الثانية. ما في اسماك ولا اي شيء، خلاص ما في اي شيء. اعرف انكم تبون يعني تشوفون الماب الثانية، لكن خلينا نشوفها مع بعض في الحلقة القادمة ان شاء الله. والى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اتمنى تكون حلقة نالت اعجابكم. لا تنسوا تخلونا عنا بلايك، وايضا شير للفيديو مع اصدقائكم، وايضا لا تنسوا انكم تشتركون في القناة تحت اللي ما مشترك. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.